وزير خارجية النمسا يدين وفاة نافالني ويطالب بتحقيق مستقل. جنرال نمساوي يدعم بدء نقاش نظام ردع الأسلحة النووية. السفير الروسي في فيينا: النمسا لم تعد موقعا مناسبا للمفاوضات. اعتقال 188 مهربا للبشر على الحدود بين برج اللاند والمجر. النمسا تعمل على جذب استثمارات بقيمة 500 مليون يورو. وأخيرا تبرئة لاجئ سوري التهمة بسرقة 80,000 يورو. مشاهدين الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أدان وزير خارجية النمسا ألكسندر شالنبرغ بشدة وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني، واصفا إياها بتذكير صارخ بمدى عدم ديمقراطية وحرية روسيا. وكتب شالنبرغ على موقع إكس: وفاة نافالني هي تذكير صارخ بمدى عدم ديمقراطية وحرية روسيا التي أصبحت عليها. لقد تم إسكات أحد أقوى الأصوات المدافعة عن الحرية والتعددية والديمقراطية. وطالب شالنبرغ بإجراء تحقيق مستقل في وفاة نافالني، معربا عن تعازيه لعائلته وزملائه في النضال. اعتبر روبرت بريغر رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي أن النقاش حول الردع النووي في أوروبا مبررا في ظل التهديدات الروسية. ودعا بريغر رئيس أركان الجيش النمساوي السابق إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي بشكل كبير، معتبرا تصريحات ترامب دافعا لتعزيز القدرات العسكرية، كما دعا إلى مزيد من الاستثمارات المشتركة وقابلية التشغيل البيئي للأنظمة العسكرية، معتبرا أن جيشا أوروبيا ممكنا في المستقبل. قال السفير الروسي في فيينا ديمتري ليوبنسكي: من وجهة نظرنا لم تعد فيينا مطلوبة كمكان للتفاوض. وأضاف ليوبنسكي: مع تصاعد التوتر بين روسيا والغرب، بدأت النمسا في إعادة تقييم علاقاتها مع موسكو. وبعد الحرب في أوكرانيا انتهى وضع السفراء الروس في النمسا كأشخاص ذوي نفوذ كبير، حيث نادرا ما يعقد السفير اجتماعات مع مسؤولين نمساويين رفيع المستوى. وانتقد السفير السياسة الخارجية النمساوية بشدة، واصفا اعتماد النمسا على الغاز الروسي بالخانق. انخفضت عمليات تهريب المهاجرين في النمسا بشكل كبير منذ بدء عملية فوكس في ديسمبر 2022. وتم القبض على 188 مهربا في المجر كجزء من تعاون بين الشرطة النمساوية والسلطات المجرية. وانخفضت عمليات الضبط في برج اللاند بنسبة تزيد عن 95% خلال عام واحد. ويتم دعم دول غرب البلقان في حماية حدودها من قبل حوالي 130 شرطيا من النمسا. وتستمر المهمة في التوسع، حيث انضمت تركيا أيضا إليها مؤخرا. توقع المستشار النمساوي كارني هاما استثمارات دولية ضخمة بقيمة 500 مليون يورو في النمسا بحلول عام 2025. جاء ذلك عقب اختتام مؤتمر انفستور أوستريا الذي حضر فيه أكثر من 400 مستثمر دولي بهدف تعزيز التواصل بين رواد الأعمال والمستثمرين والحكومة وتسليط الضوء على بيئة الأعمال المزدهرة في النمسا وموقعها المميز في أوروبا. وقال نهاما: تركز الحكومة على تحسين أوضاع العمالة وتخفيف العبء الضريبي لتعزيز جاذبية الاستثمارات الأجنبية. حكم على شاب سوري لاجئ في النمسا بالبراءة من تهمة سرقة 80,000 يورو
بعد أن قضى أكثر من نصف عام في الحبس الاحتياطي. وأثبتت المحكمة أن الأدلة المقدمة من النيابة العامة بما في ذلك أثار الحمض النووي وبيانات الهاتف المحمول كانت غير كافية لإدانة الشاب، ووصفت المحكمة الشاب بأنه نموذج للاجئ متكامل الاندماج، حيث حضر مدرسة ثانوية ودورات اللغة الألمانية ثم أكمل بنجاح تدريبا مهنيا في ورشة لتصليح السيارات. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.